طبعا النهارده في ستيفلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن للمسلسل الجديد بتاع غادة عبد الرازق، المسلسل اللي هو سلطنة المعز. الحاجة الوحيدة اللي اعرفها ان فيه غادة عبد الرازق، والحمد لله ان هو نزل اوفيشال تريلر بتاع المسلسل. كان نزل له بالفعل تيزر بس ما عملتلهوش تريلر رياكشن، لان استخسرت صراحة ان انا اعمل حلقة على تيزر مجرد 30 ثانية، فقلت لا استنى احسن لما ينزل اوفيشال تريلر وبعد كده هعمل التريلر رياكشن. هو دقيقة وعشر ثواني فده زي الفل، يعني ده الاوفيشال تريلر. هنديله في الاخر نسبة ترقب وهنشوف هيبقى حلو ولا لا. السنة اللي فاتت غادة عبد الرازق بالنسبة لي ان هي فاجئتني بالمسلسل بتاع حدوتة مرة، انا عجبني جدا المسلسل، بس طبعا كالعادة اخر حلقة كانت سيئة جدا. كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه دلوقتي معاكم لأول مرة. يلا بينا. في حاجة كده جوايا بتقولي إن كل اللي بيحصل ده لصالحي. تفتكر منين بقى الفلوس دي كلها؟ من عربية الكبدة طبعا. ست سلطانة ملهاش في الشمال. أنا مش مصدق اللي بسمعه ده. أنا راجل حر. عايزة حق أخويا. عايزة شقايا اللي خدوا مني وبايعهولي حتة حتة. ما قلناش إنها توصل لقتل. إحنا مين؟ ربنا يسامحك يا أمي. اوكي ده الاوفيشال تريلر بتاع المسلسل، وشكله يعني انترستينج الى حد ما. المسلسل مش وحش، مش عايز اقول واو، بس ما اعتقدش هيبقى احسن من بتاع السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت انا شايف كان واو، يعني السنه اللي فاتت كان بجد كان تمثيل غادة عبد الرازق كان حلو جدا في حدوته مره. اوكي هو تقريبا بيحصل فعلا بتحصل بلاوي برضو كالعاده. الاول هي تقريبا هي اللي فهمته ان هي بتمتلك محلات كبده، اوكي تقريبا ورثتها عن ابوها، اوكي وبعد كده بتحصل بقى مشاكل في المسلسل. برضو التريلر ما وضحش قوي. معانا في المسلسل السنه دي طبعا غادة عبد الرازق البطل بتاعت المسلسل، معانا محمود عبد المغني ودينا محمد لطفي وحسن حسني ومحمد حاتم، وطبعا معانا بقى ضيوف شرف كتير ومن تاليف اياد ابراهيم واخراج محمد بكير. نسبه ترقبي للمسلسل ده 5/10، مش عايز اقول اعلى من كده. يعني انا لسه برضو دماغي مع غادة عبد الرازق من المسلسل بتاع السنه اللي فاتت اللي كان بجد كان حلو قوي، وانصح اي حد ما شافش المسلسل بتاع غادة السنه اللي فاتت يتفرج عليه هيعجبه. بس اخر حلقه بصراحه كانت نفخ شويه، يعني فصلان السنين، يعني ال 29 حلقه اللي انتوا شفتوها المسلسل كله حاجه واخر حلقه حاجه تانية. بس مسلسل السنه اللي فاتت كان فعلا بجد كان حلو. المسلسل السنه دي ما اعرفش الصراحه هيبقى عامل ازاي، يعني اتمنى انه يبقى كويس، اتمنى يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.